أجرى برنامج العاشرة مساء لقاء مع شابين باع أعضاء من جسديهما بسبب الفقر والحاجة، لنرصد لكم حالة من الندم تجتاحهما بعد تلك الفعلة. أنا كنت شغال في قهوة، فجي السمسار ده قعد عليها. أنا كان حلمي اللي أنا أجيب توك توك عشان متجوز ومعايا حتة عيل. جه هو اتكلم معايا، اللي أنت شغال هنا بتاخد كام؟ قلت له باخد 80 جنيه في اليوم. قال لي طب أنا معايا مصلحة تاخد فيها 50,000 جنيه. ايه هي؟ قال لي تروح تتبرع بكليتك. قلت له خلاص ماشي. رحت اتبرعت بيها وجروا بيها في المستشفيات ومعامل التحاليل والكلام ده. 50,000 جنيه خدتهم 20,000 جنيه، ده غير ما بيزقوا عليا ناس. تعبان، مش ما بقدرش يعني، مجهودي ما بقى زي الاول. لو نزلت اشتغلت في مكان دلوقتي مش قادر اشتغل فيه، صاحب الشغل بيمشيني والدول مش سايبيني في حالي. انا مش قاعد في منطقتي، ما كملوش، ما عادوش معايا شهر، غير الناس اللي هم زقوا عليا، خدت مني 2000 وهو خد 2000 من ال20. ما استفدتش بأي حاجة، استفدت اللي أنا غضبت ربنا بس وربنا يسامحني. دي أمانة بتاعت ربنا، بس أنا غضبته ربنا يسامحني. الشباب دلوقتي تعبانة، مش لاقية شغل، فلما واحد من دول بيبقى قاعد، معلش قاعد على الناصية، قاعد عمال يفكر يجيب فلوس منين، إيه؟ عايز يتجوز، عايز يبني بيته، عايز يبني مستقبله. لما بيعدي عليه حاجة زي كده بيقلبها في دماغه واحد واتنين، طب أنا أطلع أعملها. حضرتك ما فيش شغل، دي أسهل حاجة لقيناها قدامنا. مفيش شغل في البلد ولا في اي حاجه، وحضرتك اللي مشغل الناس دي، اللي مشغل الناس دي اصلا المستشفى، هي اللي بتتصل بالناس دي، يعني اساسها المستشفى، اساس الناس دي. الناس دي حضرتك ما بتشتغلش، مش هتنزل تجيب واحد من الشارع من غير ما حد يطلب منها. لازم يكون في راس كبيره للناس واساسها المستشفى. دكاتره كتير في المستشفى دي بتعمل كده. خدت 20,000 جنيه ما عملتش بيهم حاجه، منهم السمسار خد 4000 جنيه منه. احنا ناس غلابه وعنا جعانين، العيال من دول يشوفوا 5000 جنيه ما مسكهمش قبل كده يدوخ. لعبوا علينا، هم يدوا له 50,000 ولا يدوا له 40,000، واحد يقول له 50,000 وواحد 40,000. بيضحكوا على الشباب من هنا حضرتك، والشباب معلش من قله الشغل وقله الفلوس هيعمل ايه العيال من دول؟ عايز حاجه سهله بالنسبه له، وده غلط، بس هو ده اللي قدامه. ما لو اشتغل مؤاخذه هشتغل قد ايه عشان يجمع 5-6000 جنيه عليا؟ ده لو لقى شغل حتى من الاساس. فالموضوع اكبر من كده، والناس دي مسنوده وبيهددونا يعني لحد وقتنا هذا بيهددون. انا ما كنتش عارف اقعد في المكان ده، يعني انا كنت سايب المكان ده وماشي منه، لا عارف اقعد هنا ولا عارف المكان اللي لممني اللي ساترني، وبقول الحمد لله وما كنتش عارف اقعد فيه. دي ما عملت لهم قلق ووقت العمليات اتقفلت عندهم 15 يوم في المستشفى التابع ليها. اسهل حاجه دلوقتي لان هم سهلوها. الاول حضرتك كانت قليله قوي، ولما واحد عايز يشتري كان بيشتري بمبلغ بيعوض ما اصح المتبرع زي ما بيقولوا، يعني هم بيقولوا متبرع. خش المعامل حضرتك وانت تشوف المهازل في المعامل. انا ببقى تعبان وببقى عايز اعمل اشاعه ما ببقاش معايا حقها، هم بياخدوه بيصرفوا عليه 7-8000 جنيه اشاعات وتحاليل، معروفين في المعامل. العائل يطلع لا مش متبرع طبعا، لكن هم ماشيين قانوني. هم كل ما يتكلموا يقول لك الراجل بكلمه قال انا بقالي 12 سنه بعمل المواضيع دي ومعاه 4 جرد، تاجر اعضاء معاه 4 جرد، 4 يعني الواحد يعمل مننا 3.